السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز، كديرين بخير؟ نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال دائما، وكنشكر جميع المتتبعات والمتتبعين من أرض الوطن وخارج أرض الوطن اللي تفاعلوا معايا ومع القناة ديالي، والله يجزيكم بخير. أنا درت هذه كمقدمة ونقدم لكم التحية، وكنشكركم على التفاعل ديالكم مع القناة القديمة، وكنتمناكم تفاعلوا مع القناة الجديدة، والله يكبر بكم، الله يخليكم يا ديما. دابا أنا درت المقدمة، غادي نربطها مع الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غادي نشارك معكم، ونتمنى وين الإعجاب ديالكم يكون عند حسن الظن ديال المتبعين، والله يخليكم يا المتبعين والمتبعات. كنشكركم بزاف على الثقة اللي وضعتوا فيا وعلى الوقفة اللي وقفتوا معايا، والله يكثر خيركم والله يكبر بكم. ودابا ما بقى ليا غير ندخل معكم على الفيديو، ونتمناه يكون عند حسن الظن. الفطير ديالنا كيف ما كتشاهدوا هو هذا، المعنى حنا غسلناهم كيف ما كتشاهدوا، بتخيصي راه مضاربه هي والماء كيف ديما. البرمه ديال السفه حنا رديناها باش تغلى. هنا بالنسبه للعطريه هي هذه كيف ما كتشاهدوا، عندنا سكنجبير، عندنا الخرقوم عرق، عندنا المرزيه ديال اللحم، الثومه، القزبر يابس مطحون، والقرفه. وبالنسبه للضماد ديال الزعفران، وعندي زعفران حر، وحاجتي في الزبده، والزيت الزيتون، الزيت الرومي غنخدم به غير الصفه ما غاديش نديرو، وضروري الملح حسب الذوق، وبالطبيعه الربيع كيف ما كتشوفوا حنا درنا يتغسل. هادو هما المكونات ديال اللحم. دابا على بركه الله باش غادي نبداو نلقمو في الطناجر ديالنا. بالنسبه للحم هو هذا كيف ما كتشاهدوا، الفرينات حنا رديناهم يزندو. دابا باش غادي نلقمو اللحم وغادي نديرو يطيبو. هنا دابا باش غادي نديرو السكنجبير، غنديرو الخرقوم عرق، هنا غادي نديرو المرزيه ديال اللحم، بالنسبة للقزبر يابس، عندي 40 كيلو ديال اللحم، ها هي دارتها في جوج طنجرات كيفما كتشاهدو. هنا القرفة ما جابوش ليا عواد، جابوها غير مسحوقة، أنا غنخدم باش ما كان. بالنسبة للثومة ما كنطحنهاش، كنديرها كركوبة، غنلوحنا غنلوحنا. الكركوبة ديال الثومة كتجي زوينة وكتعطي واحد المذاق زوين. دابا باش غادي نديرو هاد الضماد ديال الزعفران، هنا دابا باش غادي نزيدو البزار كيف ما كتشاهدو. هنا درنا الربيع كيف ما كتشوفوا، القزبر والمعدنوس مقبط، وغنديروا الزبده، كندير الزبده مع زيت العود باش ما يجينيش ليدام قاصح. كيف ما شفتوا دابا جمعنا لي العطريه باش غادي نزيدوا واحد شويه ديال الماء وردو يتقلى. هنا حنا زدنا الماء، حنا رديناهم دابا فوق الفاخر، نحركو باش تدخل لي العطريه مزيان. وكنشكر المتتبعين اللي تفاعلوا معايا، الله يجازيكم بخير. ديري الزيت بنت خويتي، خوي بارك على حساب ليدام ديالو والشحمه اللي فيه مع داك زيت العود مع الزبده باش كتجي الضغميره واقفه.
دابا غادي نديروا ليه البصله، نشلضوا البصله ونزيدوا البصله ونخلوه يتقلى ويطيب ونرجعوا نطيبوا الصفه. ايوا انا نقيت البصله كيف ما كتشاهدوا دابا باش غادي نشلضها ان شاء الله، نشلضها ونردها على اللحم. ايوا البصله ها هي شلضناها كيف ما كتشوفوا، دابا باش غادي نردوها على الطناجر. دير النص ديالها تمايا ونص في الطنجره. دابا باش غادي نزيدو ثاني كميه اخرى للحماس. شتيها مزيان. نحركوها مزيان باش العطريه والبصله تدخل في بعضياتها ونخلوها طيب، نعطوها المرق الكافي ديالها. دابا حنا باش غادي نبداو نخدمو في الصفه ديالنا بعد ما غلات البرمه كيف ما كتشاهدوا، غادي نخدمو بالزرده هي هادي. غادي ندير 10 كيلو، هما جابوا لي جوج خنشات فيهم 5 كيلو 5 كيلو ديال الزرده، وجابوا لي الاثقال، ولكن انا غنخدم غير بالزرده. بالنسبه للاثقال هي هذه ماركه مزيانه من سميد القمح الصلب، وبالنسبه للزرده هي هذه كيف ما كتشاهدوا. دابا باش غادي نشاركوا معكم الطريقه ديالها كيفاش غادي نديروا لها حتى هي. كنديروا لها الزيت، نحركوها وسط داك الزيت مزيان ونردوها للكسكاس الفور. دابا باش غادي نردوها الفور كيف ما كتشاهدوا بهذا الشكل. الصفه كيف ما كتشاهدوا هي سيره كتفور، كنغطوها بزيف باش يرجع عليها داك الصاد بهذا الشكل. دابا باش غادي نفرغوها ونديروا لها الملح والزبده والمطيب ديالها. الصفه حنا قلبناها كيف ما كتشاهدوا، دابا باش غادي نديروا لها الزبده والملح. دير بنت خوتي الزبده والملح كيف ديما، خوي الملح. كنديروا لها الزبده عاد كنخوي عليها الماء طيب. كنتمنوا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن ديال المتابعين والمتابعات الكرام. حنا خوينا عليها الماء دابا كيف ما كتشاهدوا، كنخلوها تقريبا واحد المده ديال 5 دقائق وكنعاودو نرجعوها للكسكاس باش ما تعجنش لينا. الهدف من هذيك الزبده هو باش تخليها مفرقه على بعضياتها. دابا انا رديت هاد السقطه في الكسكاس كيف ما كتشاهدوا، الطريقه عندي سهله بالنسبه للطياب ديال السفه، كتحتاج الفوره وحده والثانيه من الكسكاس كنحطها لها في الطباسي، لان داك الماء كيساعدها بانها طيب. ها انتم كيف ما كتشاهدوا دابا حنا فرغناها في الطناجر كيف ما كتشاهدوا باش تبرد، ودرنا فيها السنيده باش غادي نديروا الزبده كيف ما كتشاهدوا. هذه الطريقه. انا الزبده اي زبده كنخدم بها هي الزبده ديال العبار سنترال ولا ايوا. السفه كيف ما كتشاهدوا ها هي يا فركات وبردات. دابا ما بقى لنا غير نستناو حتى لطبق التقديم نطلعوا فيها الفوره من الكسكاس نحطوها. وبالنسبه للحم ها هو يا كيف ما كتشاهدوا، حتى هو ما بقى لنا دابا غير ان شاء الله نطلقوه في طبق التقديم. ونتمنوا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم يكون عند حسن الظن، وكنشكركم جزيل الشكر على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه، والله يكثر خيركم والله يجازيكم بخير. شوفوا الدنيا تبارك الله كيفاش دايره، الطبيعه بدات كتخضر تبارك الله وبدات كتزيان. هنايا هذا البراج ديال الماء كيف ما كتشاهدوا،
هنا هذا هو اللي كتشرب منه هذه المنطقه ديال عبده، كنقولوا ليه حنا البراج. مناطق اخرى كيسموه السد. هنا في هذه البلاصه فين كتتم التصفيه ديال المياه. انا حاولت نقرب لكم الصوره. هذه هي المنطقه ديال عبده. حاولت نشد على العزيف ديالنا حتى هويا من واحد الناحيه، قربته. شوفوا تبارك الله كيفاش دايره الدنيا. قلنا نشارك معكم هذه الاجواء ديال الطبيعه وديال هذه المناسبه. اللحم كيف ما كتشاهدوا احنا حطيناه دابا، حطينا 4 طويبلات، ومن بعد غنحطوا الصفه وانتم معنا ان شاء الله. وهذه هي الصفه ديالنا كيف ما كتشاهدوا، احنا صوبناها دابا. نتمنوا هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن ديال المتابعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد إن شاء الله.